أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا لليوم مهارة حل المسألة للصف الابتدائي الفصل الدراسي الأول، الوحدة الثانية وحدة الجمع. فكرة الدرس درس مهارة حل المسألة. فكرة الدرس استعمل الخطوات الأربع لأحل المسألة. طيب خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا جابر: أقرأ كتابا علميا عن الأسماك، وقد قرأت في اليوم الأول 9 صفحات، وفي اليوم الثاني 11 صفحة، وبقي في الكتاب 23 صفحة. المطلوب أن أجد عدد صفحات الكتاب. طيب إذن بنطلع الخطوات الأربع لحل المسألة كما تعودنا: أفهم وأحل وأخطط، أفهم وأخطط وأحل أتحقق. أول شيء نطلع ماذا نعرف عن المسألة. نعرف عن المسألة ماذا اللي هو إيش؟ بداية أيوة، قرأ في اليوم الأول كم؟ 9 صفحات، اليوم الثاني 11 صفحة، وتبقى له في الكتاب 23 صفحة. إذن نجد العدد الكلي لعدد الصفحات. أخطط، استعمل خطة الحل العكسي لحل المسألة. طيب نرجع من نهاية الحل، من نهاية الحل حتى نصل إلى البداية. أبدأ عدد الصفحات المتبقية، كم بقي في الكتاب؟ 23 صفحة، نكتبها خلاص. طيب إضافة إلى اليوم الثاني كم تقرأ؟ قرأ 11، زائداً اللي هو 9 صفحات اللي في اليوم الأول. إذن عدد صفحات الكتاب الذي يقرأه جابر هو 43 صفحة. 43 صفحة، كيف نتحقق؟ نستعمل الطرح لنتحقق من صحة الإجابة. أراجع المسألة وأجد عدد الصفحات التي قرأها جابر: 9 زائد 11 يساوي 20، ثم أطرح 20 من عدد صفحات الكتاب اللي هي 43 صفحة. إذن الإجابة صحيح، تساوي 23. طيب خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض. مراجعة لما سبق دراسته. إثرائية. طيب الساعة كم يوجد بها دقيقة؟ يوجد بها 60 دقيقة. الساعة يوجد بها 60 دقيقة. خلاص يلا، لو حبينا نحسبها كيف؟ كيف لو حبينا نحسبها؟ حنقول اللي هو من اللي هو الصفر، من الصفر من هنا تبدأ من الصفر خلاص، أو صفر 5 دقائق، 10 15 20 25 30 35 40 45 إلى حتى 45 خلاص. إذن هنا 35 40 35 45 50، هنا 55 60، خلاص حتى نصل إلى 60 دقيقة. إذن نص الساعة كم يوجد بها؟ 40 دقيقة. إذا مشى عقرب الدقائق إلى 6 معناته النص ساعة خلاص. إذا عدت كذا 30 دقيقة، إذن هي نصف ساعة. طيب خلينا نشوف المسألة اللي عندنا. يستغرق إعداد مسألة رقم 1، استعمل الخطوات الأربع لحل كل المسائل الآتية. اللي هو يستغرق عدد إعداد 4 وجبات ساعة واحدة، فكم وجبة يمكن إعدادها في 4 ساعات و30 دقيقة؟ شفتي الدائرة هذه نتخيلها أنها ساعة خلاص، في الساعة 4 وجبات، يستغرق إعداد 4 وجبات ساعة واحدة. السؤال فكم وجبة يمكن إعدادها في 4 ساعات وكم ونصف وثلاثين دقيقة؟ يعني كم 30 دقيقة معناتها إيش؟ معناتها نصف، معناتها إيش؟ 30 دقيقة هي إيش؟ نفسها نصف إيش؟ نصف ساعة. معناتها نصف ساعة بس، نصف ساعة يعني 4 ساعات ونصف الساعة. كم يمكن عمل
وجبة، خلاص؟ إذا كانت أربع وجبات تستغرق ساعة، ما كان في أربع ساعات ونص الساعة يمكن إعداد وجبة. طيب خلينا نشوف مع بعض. أول شيء نطلع اللي هو ماذا نعرف عن المسألة، اللي هو المعطيات. ماذا نعرف عن المسألة؟ طيب كيف نمسح؟ يستغرق، أفهم اللي هو المعطيات، زي ما قلنا اللي هو أربع في الساعة أربع وجبات، هذه من المعطيات. والسؤال فكم، طبعا مطلوب فكم وجبة يمكن إعدادها في أربع ساعات، خلاص؟ استغرق كم وجبة يمكن إعدادها بكل اللي هو بساطة، هذه المعطيات والمطلوب. نخطط لحل المسألة، كيف نخطط لحل المسألة؟ باللي هو نجمع الساعات، خلاص؟ نجمع عدد الساعات، إذا بالجمع، نقول باللي هو الجمع. طيب خلينا نكتب اللي هو قد نستخدم الرسم، خلاص قد نستخدم الرسم أو اللي هو الجمع، يلا أو الجدول ممكن. طيب خلينا نكتب في الساعة الأولى كم؟ أربع ساعات، يعني أربعة زائد أربعة زائد أربعة، لكن آخر مرة راح يكون كم؟ في معايا ها؟ في أربع وجبات في الساعة، نصف الساعة فيها وجبتين. طيب أربعة في الساعة الأولى، أربعة في الساعة الأولى، في الساعة الأولى أربعة، في الساعة الثانية أربعة، في الساعة الثالثة، في الساعة الرابعة، في نصف الساعة، أربع ساعات ونصف، نصف الساعة كم؟ إذن أربعة وأربعة وأربعة، أربعة وأربعة ثمانية، تسعة عشر، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، وبعدين سبعة عشر، ثمانية عشر. إذن كم عزيزاتي أعمل وجبة في أربع ساعات ونصف؟ إذن كم؟ ثمانية عشر وجبة، خلاص؟ طيب خلينا نشوف التالي، يلا اللي هو كتبناها في أحل، ساعة واحدة فيها أربع وجبات، 30 دقيقة تساوي نص ساعة، نصف الساعة وجبتين. طيب كيف نتحقق؟ قد نستخدم اللي هو جدول النمط أو الجدول. في الساعة الأولى أربع وجبات، الساعة الثانية أضيف أيضا أربع اللي هو ست، عفوا ثمان وجبات. طيب أيضا أضيفي عليها أربع يساوي كم؟ تسعة عشرة، عشر، اثنى عشر، كأن جدول الأربعة يساوي ستة عشر. أضيفي اثنان الآن، فقط نضيف كل مرة نضيف أربعة، إلا في المرة الأخيرة نضيف كم؟ اثنان. طيب يساوي ثمانية عشر، لأنه نص ساعة وليست خمس ساعات، نصف الساعة فقط، أربع ساعات ونصف. طيب إذا إجابتنا كذا صحيح، خلاص؟ طيب خلينا نشوف السؤال. إذا هذا هو السؤال، إن شاء الله يتضح لديكم. هيا طيب نشوف. أطلق صالح، انطلق صالح عفوا، سؤال رقم اثنين، لزيارة أخيه عند الساعة الخامسة صباحا، إذا كانت الرحلة تستغرق عشر ساعات فهل سيصل؟ إن المطلوب فهل سيصل عند الساعة الثالثة عصرا؟ أوضح إجابتي، هل سيصل عند الساعة الثالثة عصرا؟ إذا مشى الساعة خمسة هل سيستغرق عشر ساعات أم لا؟ طيب نكتب الوقت من الساعة خمسة ونحسب عشر ساعات، نشوف نوصل أي ساعة، هل سيصل عند الثالثة عصرا أم عند ساعة أخرى؟ طيب خلينا نشوف. طبعا هذه هي الساعة زي ما احنا عارفين، اللي هو أقرب الساعة، مثلا مشى من عند الساعة خمسة، خلاص تلف ساعة كاملة يوصل عند الستة، بعدين عند السبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، وهكذا. يلا نحسبها ساعة ساعة. طيب يلا في المعطيات نكتب اللي هو أنه أعطانا إيش؟ انطلق الساعة الخامسة صباحا. أيضا ماذا نعرف عن المسألة؟ أن الرحلة تستغرق عشر ساعات. المطلوب بنحوطه، هل سيصل عند الساعة الثالثة عصرا أم لا؟ طيب يلا
طيب الخطة الحل بالجمع نجمع الساعات من الساعة 5 حتى الساعة 3 عصر. طيب يلا بسم الله. طيب خلينا نبدأ من الساعة 5. من الساعة 5 للسادسة هذه ساعة ضعها باللون الأحمر. فرق ساعة بعدين من 5 إلى 6 أيضا ساعتين 3 4 ساعات 5 6 7 8 دقيقة. تسع 10 ساعات. إذا من الساعة 5 إلى الساعة 3 تستغرق 10 ساعات. هل السؤال هل سيصل عند الساعة 3 عصرا إذا استغرقت الرحلة 10 ساعات؟ نعم، من 5 إلى 3 العصر 10 ساعات زي ما حسبناها الآن. طيب نكتب نعم سيستغرق 10 ساعات حتى يصل إلى الساعة حتى يصل الساعة 3 عصر. طيب كيف نتحقق الإجابة معقولة بحساب المعطيات والمطلوب؟ طيب يلا شوف السؤال التالي. استعمل مروان مكعبات لعمل درج، فكم مكعبا يحتاج لعمل 6 درجات أكمل الشكل؟ تخيلي هذه المكعبات عندك في البيت، مكعباتكم أنتم والأطفال. طيب من مكعب واحد استطعت أن تعمل درج من درجة واحدة، درج من درجتين كم؟ أضافت 2 إلى 1 أصبحوا كم؟ أصبح 3 درجات. يعني لاحظنا كأنه نمط صح؟ 1 وهنا احتاجت إلى 2 صاروا كم؟ 1 + 2 يساوي 3. طيب احتاجت كمان أنها تزود 1 + 1 = 3. يلا نجمع كمان 3 عليهم يساوي كم؟ 1 + 2 = 3 4. إذا أرادت أن تعمل أيضا 4 كمان أكيد سوف تزيد. سوف تزيد كم؟ سوف تزيد مكعبة أيضا، مكعبة واحد. ولو أرادت أن تعمل 4 درجات ستضيف 5 درجات 5 و6، يعني كل مرة تزيد 1. واتضح لدينا النمط. يلا وفي الأخير نجمع عدد كل المكعبات. إذا كل مرة تضيف 1، شايفين؟ ضفنا مكعبة واحدة على السابقة، يعني هنا كم؟ هنا 1 2 3. في الأخير نجمع كل المكعبات، 4 مكعبات. الدرجة 5 أيضا سوف تضيف مكعبة، يعني 5 مكعبات عفوا 5 وهنا 6. لحظة، زائدا اللي هي كم؟ 5 وهنا 6. يلا نجمعهم فقط، نجمع عدد المكعبات التي احتاجتهم. 1 + 2 + 3 + 3 + 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 يساوي كم؟ 1 وهنا باليد 1 21 مكعب. إذا يساوي 21 مكعب. احتجنا إلى 21 مكعبا. طيب إذا في مخيم كشفي يقيم في كل من 5 أفراد وفي مخيم آخر 3 خيم يقيم في كل منها 4 أفراد، ما عدد الأفراد في المخيمين؟ ما عدد الأفراد في المخيمين؟ خلاص أجل نرسم، نستخدم الرسم. يلا نرسم اللي هو الخيم وأشكالها. طيب في المخيم اللي هو 3 خيم يقيم في كل منها 5 أفراد، هذا هو من 5 أفراد. وفي مخيم آخر أيضا سوف نرسم كم خيمة؟ 3 خيام وفي كل منها 4 أفراد. خلاص هنا 4 أفراد وليس زي المخيم السابق.
ما عدد الأفراد في المخيمين؟ فقط نجمعهم، هذا هو المطلوب بالرسم، حلينا بالرسم ما عدد الأفراد في المخيمين، نجمعهم، نجمع كل الأفراد اللي هنا واللي هنا والذي هنا. إذن نكتب 5 و5 في المخيم الأول، 5 5 5، 15 في المخيم الأول، زائد كم في المخيم الثاني؟ 4 4 4، 4 و4 8، 8 و4 12، يلا نحسب، 27. إذا في المخيمين 27 فرد، إذا 27 فرد. طيب نكتب فرد. خلينا نشوف السؤال التالي اللي هو سؤال، بيتسع إناء لخمسة لترات من الماء، أرادت منى أن تستعمله لتسقي 12 نبتة كبيرة و10 نبتات صغيرة، فكم مرة ستملأ الإناء حتى تسقي النبتات كلها؟ طيب النبتات الكبيرة تحتاج بالخمسة لتر نسقي 4 نبتات، وبالصغيرة نسقي 5 5، لأنها صغيرة فلا تحتاج الماء كثيرا، كبيرة تحتاج خلاص أكثر، فأربعة يدوب فيها 5 لتر من الماء. طيب إذا كم مرة ستملأ الإناء حتى تسقي النباتات كلها؟ خلينا نشوف. إذا يقول لك يتسع 5 لترات من الماء، خلينا نشوف النباتات الكبيرة، كل 4 نباتات سوف نضعهم في كم نحتاج إناء؟ هنا إناء واحد، طيب نحتاج إناء، وهنا إناء آخر، وهنا إناء أيضا آخر، يعني حتى تسقي النباتات الكبيرة 3 لترات، 3 مرات، خلاص 3 مرات. طيب فكم مرة؟ هنا 3 مرات، كل مرة 5 لتر 5 لتر 5 لتر. طيب هنا بالنسبة للصغيرة كل 5 خلاص، كل 5 مرة، فكم مرة؟ شوفوا بالأحمر كم مربع نحسبهم، هنا 3 وهنا 2 يساوي 3 زائد 2 يساوي 5 مرات، 5 مرات. وبذلك هون انتهينا، بقي اللي هو أيوه نعم، بقي السؤال اللي هو لدينا 5 لحظة، يقف 5 3 طلاب في الصف، إذا كان سالم خلف أحمد مباشرة وخليل هو الثالث، فما ترتيب كل منهما؟ خلاص هم في صف واحد، من الأول من الثاني من الثالث؟ يقول لك يقف سالم، يقول لك إذا كان سالم يقف خلف سالم، لا لازم يكون خلف من؟ خلف أحمد، يعني أحمد في الأول بعدين سالم خلفه، خلاص. طيب يعني أول واحد أحمد بعدين سالم وخليل هو الثالث، خليل آخر واحد، خلاص نشوف نفس كلامنا، أحمد سالم خلفه وخليل هو الثالث، إذن ترتيبهم أحمد سالم خليل. وبذلك نكون انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.